قضية أخرى يا شيخ، قضية تساهل الناس الآن. يعني بعض الناس أحيانا قد يسأل أي شخص، بعض الناس أحيانا قد يأخذ مثلا حكما شرعيا من مصدر غير موثوق، مثلا يجدوه في منتدى إلى آخره. أيضا تساهل بعض الناس الذين قد يسألون يفتون أحيانا بغير علم يا شيخ، فيضلون ويضلون. ما توجيهك حضرتكم؟ والله يا شيخ، مشكلة الناس إلى يومك هذا مع وجود انتشار العلم وسهولة تحصيله، مشكلتهم أنهم دائما يجعلون العلم مناط بالصورة الظاهرة للإنسان. نعم. الصورة الظاهرة، فتجد أن يقول سألت شيخ والله ما شاء الله لحيته طويلة، ما دخل اللحية من العلم؟ ولهذا قال الإمام مالك بن أنس كلمته المعروفة: إن بالمدينة أناسا من أستنزل بهم المطر لا أقبل منهم حديثا واحدا. يعني أخليهم يدعون لي لأجل ينزل المطر، ولكن لا أقبل منهم حديثا واحدا. فبعض الإخوة مجرد أن يشوف إمام ويسأل عن مسائل ربما لو عرضت على عمر رضي الله عنه، نعم، لجمع لها أهل بدر. فينبغي للإنسان ألا يسأل إلا أهل العلم، فرب حامل فقه ليس بفقيه. نعم. فهذه نقطة مهمة جدا، فليس كل ملتزم يسأل في العلم. ثانيا، ينبغي لإخوة الملتزمين خاصة في الرحلاتهم وأهليهم وغيرهم يبين هذه النقطة، أنه إذا كان ليس بعالم ولا بطالب علم لا يتصدر المجالس، فيضحك ويبكي في نفس الوقت. فينبغي أن يحترم هذا الجناب، أعني به جناب العلم، لأن الإنسان موقع عن رب العالمين. صحيح. الأمر الثالث وهو أن الناس لا يقول سألت ثقة. من هو الثقة؟ الثقة في الدين غير الثقة في العلم. نعم. فهذه نقطة مهمة جدا. فمحمد بن أبي ليلى معروف في ثقة في دينه وفقهه، لكن لا يقبل في حديثه. فإن أبا أحمد الحاكم يقول: يكاد العلماء يتفقون على ضعفه، وقد كان له مذهب من مذاهب الفقهية. فليس كل من كان يفتي أو يقبل قوله في ليس كل من كان دينا يقبل قوله في كل شيء. الأمر الرابع، الحمد لله أصبح طلبة العلم وأهل العلم موجودون، والأمر في لتحصيل سؤالهم سهل ميسور، سواء عن طريق الواتساب أو عن طريق الجوال أو عن طريق الرسالة المعروفة. فالسؤال الحمد لله ميسور، وينبغي للإنسان ألا يخرج من أمر دينه إلا عن ثقة. وأنا أتعجب شيخ عبد العزيز، حينما يبني الإنسان منزلا تجده يشاور صحيح في شراء الأرض، وفي نوعية مواد البناء، وفي نوعية الدهان، ولا يكتفي بمشورة مهندس ولا بمتخصص ولا باستشاري، بل تجده يعنت نفسه ويبالغ فيها وهو يسأل، وربما أتعب نفسه أياما ليسأل مع أنه عنده الجواب. فدين الله أحق، وسؤال أهل العلم الثقات أولى. فينبغي الإنسان أن ينتبه لهذا الأمر، بل إن بعضهم أحيانا يطلق زوجته ولا يسأل الشيخ، ويقول زوجته أنت اسألي. هذا لا يسوغ، والله مستعان. أحسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خيرا.